bébé. كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو غتشوفون اختي مفركسه كي جا معايا الغوز. هذا هو لونسومبل تاع الغوز اللي خديت داك النهار. ها جات الشميشه خضره وحده، ما فاش كان بالكم ولا كان بالكم صفاره. سبحان الله هاد الجو ما فهمتيش، ها الريح ها البرد ها الغيام ها الشمس. المهم ما كان بالكمش مزيان، دروك نقص الضو يمكن. المهم ما عرفتوش كاين بالكم لنا، دروك يمكن كاين بالكم حيت غياب. شتو نلبس هاد لونسومبل ما لقيتش لي صورني فؤاد راه عاد في الخدمه. المهم قلت انا نخرج شويه الوليدات يدورو شويه غير في الفيلاج، ومام طون كنقول ان عقلتو دوك النساء اللي كانوا كيجلسو في ديك البلاصه اللي واحد ما عرفت غادي الفرماسيان مع لي زونفون ولقيتهم تما. المهم كيكونوا تما بزاف نتاع النساء مساكين كبار في اللاج وكاينين صغار داكشي، وكيتلاقاو تما وكيبقاو يهضروا ويجمعوا وداكشي. المهم كيدير واحد الجو. وداك النهار قالوا لي كاين حيت كانت واحد العربيه، قالوا لي هاد العربيه ديما كتعطينا لي كاطو، انت عمرنا لا زعما من عندك الكاطو داكشي. يمكن انا ما كنجلسش معاهم، هي راه قديمه هاد المراه، هاد المراه صافي سيني يعني مراه كبيره، هي شحال وهي هنايا وداكشي وكتخلى بهم حيت هي فين كيجلسوا اون فاس دارها، فهمتوا؟ دوكو كتشوفهم جالسين تما وداكشي كدير لهم هكا اساي ولا كتعطيهم شي كاطو دارتو ولا شي حاجه. وهاد المره في العيد قلت كاين كاين الكاطو، اللهم راه عمرو حط بزاف وديه معايا في يديه في سبيل الله نديه تما ويذوقوه كاملين، منها انهم يذوقوا من حلوه العيد ومنها نتغافروا منها انتم يقولوا صافي المهم ذاقوا الملحه ديالي، فهمت كيفاش؟ حيت انا ما كنجلسش معاهم، انا راه من ذاك النهار اللي كنت غاديه غير صدفه وتلاقيتهم تما وبقيت كنهرد معاهم حيت كيعرفوني، حيت ملي كنا ساكنين في ذاك الدار ما كنتش انا كاع كنخرج، هما كانوا كيتلاقاو تما، انا راه كشتوني كنت في الدار يعني ما كنتش كنخرج نهضر مع الجيران وهذاك الشيء، ما كانش عندي مع داكشي صراحه. كنا غير ملي كنفوتو انا وفؤاد كنقولو بونجور بونجور صافا صافا يعني غير هكايا صافي بونجور بونجور. وهكايا حتى بقينا بونجور بونجور وقتها من ولات تقرب لهم بعضياتها، شفتو من ولدت كيوقفو كيبغيو يشوفو الوليدات واش كبروا واش كدا شحال عندهم شحال كدا شحال كدا صافي، يعني هكايا تطورت العلاقه. ولكن يعني لحد الساعه يعني باقي بينا بونجور بونجور، يعني ما عمرو ما جاو عندي ولا مشيت عندهم ولا شي حاجه، غير هكايا برا. دوكو قلت دروك دايره الكاطو، اللهم ندي واحد الطباسه الفيتزا ندي الوليدات يلعبوا، ومام طون الى لقيتهم تما نورمالمون يكونوا تما حيت الجو سخون، اون فوا كتخرج الشمس كيكونوا مساكين جالسين تما نساء كبارات وحتى نساء صغارات اللي عندهم وليدات اللي ما عندهم فين يخرجوا داكشي كيتجمعوا تما وكيبقاو يهضروا. المهم انا ندي فيديا، تلاقيت شي واحد بسم الله ما تلاقيت حتى شي واحد نرجعوا فيديا. المهم يلاه معايا وليداتها هما دو هنايا لبستهم غنحطهم في لوبوسات ديالهم، انا لبست عليا غنوجد غير الطبيسيل درك ونخرجوا مجموعين. يلا اجي. الا مازال كتشوفي الفيديو خلي لي واحد اللايك وبين لي كي جاني الغوص. المهم هانتوما انا غنصايب واحد الطبيسيل غير هكا يقلي والحيط راه ما بقاليش بزاف ومازال باقي لي عاد الناس تبارك الله اللي نعطي لهم، وراكم شفتوا تبارك الله في السهل كاطو، واخا الحمد لله عاد والله الا بارك اللي فيه الله سبحانه وتعالى يعني بحال عطات به وزعما والخير زعما سبحان الله باقي. غادي نصوني الوحده اللي كتكون معاهم تما نشوف واش راهم تما ولا لا، اون سي جامي.
Oui, Alex, ça va? Oui. C'est qui? Ouais. C'est qui moi? Allez, Agathe. Ah! المهم سافرهم تما، انا غادي نمشي عندهم دابا. شوف معايا ما عرفتش نقدر نصور لكم ولا لا، ما عرفتش كيبانوا ولا لا. غادي نبروبوز عليهم الا بغات تبان معايا انا نوريها لكم. صافي يلا شوف. هي بردي مع الوليدات والله ما تخرج، حتى يخرج لك العمر والله العظيم. نقولها وانا نتجارى بالحادي نسيت هادي فاتح فين درتهم. صافي حطيتهم في لابوسيت وهنا واحد الطلعه ما نعاودلكمش. بون انا نقلب لكم باش تشوف. اوبا هم كيجلسوا هنايا مو في هاد الدوره. المهم غاديش نصور. المهم انا وليت صراحه ما زعمت انني نصورهم حيت كانوا بزاف جالسين صراحه فرحوا بزاف بالكاطو وعجبهم بزاف صراحه. اي صافي بليزير والله العظيم. المهم انا دابا نبلع الباب. فؤاد قال لي راه جاي، مي انا غادي نردو غير هكا ندير بحال هكا. انا بلا ما نبلع نفتح فؤاد راه جاي. ولادهم يبكيو حيت بغاو الحليب ديالهم، عياو حتى بغاو ينعسو. غادي ندير لهم الحليب ديالهم نحطهم في بلاصتهم ينعسو، وغادي نعمر كويز اتاي ونجلسو انا وفؤاد عاد نشربو ديك الجلسه اختي الرومانسيه، نشربو واحد الكويز تاع اتاي على خاطرنا صراحه. صافا انا قلت لكم نجلسو نشربو انا وفؤاد واحد الجلسه هنايا في هاد البلاصه. هانا نعطيكم حليبه وي بغاو حليبه. يلا نتلاقى معكم في تعرف شنو. الله نعست الدراري ودرت كويز تاع اتاي انا وفؤاد. نقص الضو. قلت لكم الدراري نعسو درت كويز اتاي انا وفؤاد. حطيت الطبسه تاع الحلوى هنايا، اللوز والقرقاع والقوقاو. وهنا غادي ندير لكم مونتاج. الله شوفوا هاد الكليسه هكا، ندير لكم مونتاج تاع فيديو نحط لكم هاد الليله ان شاء الله. هاد النهار غادي نخليكم هنا، ولكن غادي نديكم البارح. البارح درت كسكسو. البارح جلست لديك شال حال صراحه وتشهيت كسكسو وما نعاود لكمش حاجه بنين. جا خطير 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 خطير، جا واعر ما نكذبش عليكم والله. الحاجه ما كتجي زوينه كنقول لكم راه ما جاتش زوينه، ولكن جا واعر كلينا حتى دقهمنا صراحه جا واعر. حتى الوليدات تعجبهم بزاف كلاو كسكسو حماق وعليه. المهم انا نخليكم مع الفيديو ديال البارح، نخليكم في الكوزينه على من انا ندير المونتاج ونعاود نتلاقى معكم باش نختم لكم الفيديو. صافي يلا انا ندير المونتاج وانتم رجعوا البارح ورجعوا عاود اليوم. اهلا بنات صافا لاباس عليكم نتوما؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. وانتما كتشوفوا هذا الفيديو كنت جالسه اختي ما عليا ما بيا، وانا ندخل داك الانستغرام طلع نزل طلع نزل كنشوف الناس كلشي ديال الكسكس. هاد يومين نهار العيد ونهار مور العيد الناس كلشي الكسكس، ونهار 27 وانا ما درتش الكسكس نهار 27. صافي هاد السيمانه صراحه بقيت كنتغدى نتغدى على الكسكس صافي، ونط عنده نط هاد النهار قلت والو هاد النهار غادي نكسكس حتى انايا صافي. ونط درت كسكس، ولكن المشكله راه ما عنديش الخضره ديالو، زعما ما عنديش داك الشيء نيشان على حقي على حقه وطريقه. والله الا عندي الخضره غير هكايا كونجولي وداكشي والو. قلت ما نستناش حتى السبت عاد نمشي نشري الخضيره وداكشي من المارشي، غادي نوض عنده كيف ما بغاو يجي. المهم من بعد قنت على الكسكسو، المهم باغي انا ناكل الطعام. صافي انا سالينا سديت مدام صافي. ونط عنده هاد النهار درت هنا اللحيمه طابت هنايا هو ديال الكسكسو، درت له هذه التفويره الزوجه غادي ندير له غير جوج تفويرات حيت علاش تعرفوا كاين واحد التقنيه في الاول تكبوا له الماء بزاف فريمون ما كيتعجن ما والو. كتشدوا هذا الكسكسو ديالكم كديروه في مثلا شي ساعه ولا في شي هكايا سوبيرا ولا شي حاجه، كديروا له الزيت مزيان كتفوتوا له الزيت مزيان وتكبوا عليه الماء يكون سخون صافي، وتخليوه حتى كيشرب داك الماء مزيان يكون كان الماء هكا كيغطيه والله العظيم. حتى كيشرب داك الماء مزيان صافي كديروه يتفور، كتعاودوا التفويره الزوجه عاود كتكبوا عليه الماء سخون كديروه يتفور صافي بركه. يعني التفويره الثالثه ما ديروا له لا ما لا والو، ديروا له غير المليحه وهكايا ولا السمن اللي كيبغي يدير السمن ولا الزبده ولا شي حاجه وخليه يتفور شويه صافي.
فريمون والله الا كتجي ساهله وكيتفور الطعام كيجي من داك الشيء كيجي زويون. المهم ما تديوش على الروينه اللي راه هنايا، مي صراحه قلت لكم تشهيت الكسكسو وانتظرت الكسكسو فوالا، ما تقوليليش الحياه ماشي هكا الكسكسو ولا هكا. المهم انا غير كنبارطاجي معاكم اسمو كاين ديال صافي. المهم هنايا راه طيبت اللحم، تعرفوا شنو درت فيه؟ شويه القديد، ما نعرفوا واش غادي يعجبوا ولا شي حاجه. تعرفوا القديد فوقاش صبطتوا لي بعض واحد النهار كنت مي كنت حامله، كانوا قالوا لي كانت سيد الميلود وداروا بركوكش وداروا فيه القديد وداروا الطعام وعاودوا داروا فيه القديد داكشي وشهاوني في القديد. سوقت انا كيعجبني القديد في الطعام صراحه، بركوكش ما كيعجبنيش ولكن في الطعام كيجي خطير كيعجبني. وصفطتوا لي مسكينه ما في الكرم اللي كنت حامله، من تما هو عندي مسكين في الثلاجه في الكونجيلاسيون لتحت، وهو تما هو تما هو تما. هذا النهار تعرفوا حتى حطيت اللحم ودرت كلشي ودرت الملحه وكاع، وراه نفكر القدي اللي عندي ونخرج واحد شويه. المهم درت غير واحد شويه اللي ناكل انايا حيت خفت الا ندير واحد الكميه كبيره ويطلق لي الملوحه ديالو، حيت ما رطبتوش حتى راكم عارفين القديد والكردات وداكشي. خاصك مثلا بغيتي ديريه غدا خاصك ترطبيه ليله قبل في الماء، تخليه ليله في الماء وكتبقاي تبدلوا الماء باش ما يبقاش فيه ديك الملوحه. المهم جي سبيك هذا الروا ما يجيش مالح، جي سبيك. هاي ندوق قدامكم، مي صراحة واحد الرواجة خاطر مزينة هو هذا، حيت درت غير واحد المرصو صغير ورطبتو في شوية في الماء واحد وحدة غير واحد ربع ساعة ولا رطبتو في الماء، صراحة ما بانش. ما نعاودلكمش على واحد الري، أنا غنحيد اللحم ديالي وباش نرمي الخضيرة. وهنايا غادي نرجع ندير هذا الكسكسو نتاعي. شو هذا نديرو الفور، ملي درت له الماء درت له كلشي، تعرفوا حرقت راسي. شوفوا ما واش كاين بالكم ولا لا، من فوق خبط الطعام بين واعر، ما نكذبش عليكم جاي زوين.